بعد الجيم النهارده قررت اضيع التمرينه وطلعت على فرع بازوكا اللي بظهرها المعادي في مكان اسمه هاب 50، وقلت اجرب اخر اختراعاتهم مساحه بالفراخ او اللي اسمه عندهم مساحه بالسعاده. كلنا عارفين طبعا اصل المسحب من عند البيك السعودي الاصلي. طلبنا الاوردر وتعالوا نشوف مع صديقي شرابوكا مساحه بالسعاده يطلع بلاستيك ولا فانتاستيك. يلا بينا. ده شكل الاوردر كده، وصل بعد طول انتظار. وتعالوا نبدا الاول بالمسحب العادي، لونها ذهبي وحلو كده، ولكن ندخل على الطعم، ده المهم بالنسبه لنا. مبدئيا القطمه بتاعته فيها ميكس بين الفراخ النسائر والفراخ المفرومه، على عكس البيك بيبقى كله فراخ قطع والنسائر كده. ده بالنسبه لي اول فرق، ولكن الطعم بشكل عام يعتبر لذيذ. بيجي معاه المفروض نوعين من الصوص، ولكن الموجود في الفرع كان الباربيكيو. طعمه عجبني جدا، والباربيكيو صوص تقيل، وشلبوكا كان مبسوط من اداء المسحب زي ما انتم شايفين. ندخل بقى على المسحب السبايسي، وهتلاقوا لونه باين عليه الفرق، والسبايسي فعلا طعمه واضح، ولكن ما حسيتش فرق رهيب بين الاثنين. يعني للاسف ما كانش فيه بيبسي دايت، فطلبنا بيبسي عادي نهضم بيه بعد الضرب ده كله. فبشكل عام المسحب كان لذيذ، ولكن كمقارنه بالبيك لسه بعيد قوي.